أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه ضرورة انتقاء الحكام المكلفين بإدارة مبارياتهم مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الحالات التحكيمية الجدائية التي شهدتها مباراة الأهلي وطلاع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. وأكد النادي الأهلي في خطابه أن أخطاء الحكام لا يمكن قبولها أو تجاهلها، والتي كانت نتيجتها نهاية المباراة بالتعادل رغم استحقاق الفريق الأحمر الفوز بها على حد وصف البيان. وشدد الأهلي على أنه لا يود إثارة أزمات، وإنما فقط يحتج للمحافظة على حقوقه وعدالة المسابقة بكل مبارياتها، وذلك دون طلب حكام معينين لإدارة مبارياته.